الكابتن عماد النحاس كان واقعي جدا وعقلاني في كلامه بعد المباراه. يمكن هو قال ان يعني النادي المقاولين عمل 78 دقيقه كويس. هو قصده ان لحد الدقيقه 78 او الدقيقه 79 نادي المقاولين محافظ على النتيجه 0-0. هو كان واقف ورا بطريقه دفاعيه، ما كانش بيهاجم النادي الاهلي. هو قال تعليق في البدايه، قال ان ظروفه صعبه جدا 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 اللي بيلاعب النادي الاهلي في الفتره دي، فهو عارف فوارق الامكانيات بينه وبين النادي الاهلي، والنادي الاهلي في فارق كبيره جدا 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 بينه وبين اي خصم، وده اللي اتكلم عليه كابتن عماد النحاس في البدايه. التعليق اللي قاله في الاخر بقى علشان كابتن عادل، في يعني بعض من الناس بتقول لك يعني ان الكابتن عماد النحاس النهارده قال ما هاجمش النادي الاهلي، ما راحش للنادي الاهلي، يعني نفس الكلام اللي هو بيتقال عارفهم لما النادي الاهلي بيكسب، وتحس بقى ان انت بتنقل الضغوط، وهم زي ما انت قلت في البدايه، انت لما بتكسب ماتش الركب بتخبط الناحيه الثانيه. بص يا كابتن، اقول لك حاجه، لازم تعرف والناس كلها تعرف ان اي مدرب حتى لو اهلاوي بيحب انه يكسب النادي الاهلي طبعا اكتر ما يكسب اي نادي تاني. عارف ليه؟ لان مكسبه للنادي الاهلي هيشغله 10 سنين في الدوري. ايوه. اما لما بيكسب اي نادي تاني وانتوا عارفين مين، بيبقى عادي. ايوه. بالنسبه له مش انتصار او مش قوه قوي. ايوه. فعلشان كده الناس لازم تفهم دي، يعني الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم كلام الهوى. ايوه. بالعكس، ده لو عماد النحاس او اي مدرب، كابتن مختار ياما كسب الاهلي وكسب الاهلي في ماتشات صعبه، وعماد النحاس نفسه ما كسب الاهلي، يعني اي مدرب يتمنى انه يكسب النادي الاهلي، لان مكسب النادي الاهلي بيحطك على طريق بطريق المدربين الاقوياء الكبار في مصر. لكن سيبك من الكلام ده، عادي. طب ما بطوله افريقيا ضعيفه اتقال، واتقال ان هي علشان ضعيفه اللي هياخد الدوري هيلعب في بطوله قويه، يعني في كلام كتير قوي انت طول الوقت هتقعد تسمع. ما انت لازم تعرف انه لما ما بتقدرش عليها في الملعب هتعمل ايه؟ تتكلم بره. اي كلام. لكن في الاخر عماد النحاس من المدربين كويسين، نادي المقاولين نادي محترم جدا، طول عمر نادي المقاولين من الانديه المحترمه. واقول لك حاجه، وانتوا يمكن كنت في الملعب، والكابتن اسامه كان في الملعب، والكابتن علاء كان في الملعب، في الماتش اللي احنا اتسببنا في نزول المقاولين، وانا كنت في الملعب. صح. في الماتش ده اتسببنا ان احنا ننزل، رغم ان احنا بنحب المقاولين جدا. مظبوط. لكن المباراه احنا طول عمرنا بنلعب الفير بلاي دي على طول، يعني مزبوط. حتى كده او كده، او عماد النحاس نفسه لما كان ماسك جميع الانديه اللي مسكها عماد النحاس عاوز يكسب النادي الاهلي طبعا. فما ما تبص يا كابتن، ما تبصش للكلام ده، لان الايام اللي جايه هتشوف. اول ما النادي الاهلي ان شاء الله يخطي مباراتين ثلاثه من المؤجلين، هتبص تلاقي نزول كلام كتير قوي هيبقى بره خارج الكوره، كلام كتير قوي هيجي. وبعدين الايام اللي جايه دي هتبص تلاقي هيطلع بقى كلام قبل ماتش المقاصه. هيدخلوا على ماتش المقاصة، هيقول لك ماتش المقاصة يمكن عبد الجليل قال تصريح قريناه، قالوا بعقلانية. أيوة يعني. أيوة طبعا. بص تلاقي حتى لو انت مثلا، هو الراجل بيتكلم بحسن نية. لا سيبك من كده يا كابتن، ما هو انا عاوز اقول لك حاجة، لما يجي يقول المقاولين ما هاجمش الاهلي، طب انتوا ما هاجمتوش الاهلي ليه؟ طب ما احنا يعني ما احنا كسبنا بطولة افريقيا في اخر المباراة، انت فاهمني؟ ايوه ايوه. طب ما احنا بنكسبكم، يعني ما يعني بدل ما انتوا تخلوا الانديه الثانيه تهاجم، ما تهاجموا الاهلي انتوا الاول في الكوره يعني. بص يا الكلام ده لا ياخر ولا يجيب، وزي ما عادل قال، ده كل مدربين النادي الاهلي بيتمنوا يكسبوا الاهلي. انا عن نفسي عن تجربه كم مره مع الانتاج الحربي، تعادلت 2-2 مع النادي الاهلي وما ايام مانويل جيزيه، وكان نفسي اكسب. صح. مره مع طنطا وتعادلت مع النادي الاهلي، وكان نفسي اكسب لانها ايوه زي ما عادل قال كده، بتقعدك 10 سنين مدرب في الدوري، بتقعد تتصيط على الماتش ده موسمين ثلاثه. خلي بالك كابتن اسامه، كمان في حاجه، ابناء النادي الاهلي اتعلموا حاجات كتير جدا في النادي الاهلي، مش بينها ابدا الكلام اللي بيقوله الاخ ده. طبعا يا كابتن، ما هو بص يا كابتن، في حاجه مهمه انا عايز اقولها لك.
طول ما انت مش قادر عليا جوه الملعب هتشتغل عليا بره الملعب. بره الملعب احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا بنروح للسواد على طول، احنا بنشتغل في الملعب مظبوط وما بنتكلمش بره الملعب مزبوط. والمفترض ان احنا ما نتكلمش بره الملعب صح. احنا بالظبط الحلول بتاعتنا عمليه جوه الملعب كابتن. احنا ما عندناش وقت، انت عندك بطوله صح. كمان قد ايه عندك؟ 10 ايام ممكن تاخد بطوله قاريه. هبص بقى للكلام الفاضي ده لا طبعا، لا طبعا. لا بس هو السيد الاستاذ اللي كان بيتكلم في النقطه دي يعني دي حلوة مش السيد الاستاذ دي مش اول لا مثلا كلامه مش كلام واحد لعيب كوره، ده كلام واحد استاذ يعني قاعد على قهوه يعني فكل مره خد بالك دي مش اول مره، مش اول واقع يعني مش هقول لك انت عد مدربين الاهلي اللي موجودين في الدوري العام واحد اثنين تقريبا كابتن هو صح كابتن لا اكتر دلوقتي لا دلوقتي اثنين يا كابتن اثنين يا كابتن ماكسي علي ماهر مين علي ماهر واحمد سامي وثلاث كشري ثلاث مدربين كشري كشري لسه ماسك اول ماشي يعني ما علينا عد مدربين الزمالك على مدار السنين اللي فاتت دي كلها السنوات اللي فاتت دي كلها في ده السيد قضيه لا السنوات اللي فاتت كتير قوي كده كتير جدا 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 كانوا بيبقوا 8 و9 ومع ذلك عمر ما حد اتكلم قال ان احنا ان حد بيفوت لحد صح. عمر ما حد طلع وما هم خد بالك هم اللي بيطلعوا يقولوا ده فلان بيلعب جامد قصادنا يا عم ما تفوت الماتش انت فاهم قصدي بيتهموه بالشرف أي. اول مره في مصر اتفرج على حد بيتهم حد بالشرف ولا انا حياتي بلا 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 عمري بلا 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 ان حد يتهم حد بالشرف لا الكوره خساره يقول انت شريف زياده عن اللازم لا متخيل دي يعني حتى احنا كزمايلنا وبتاع استحاله هنقول لحد من الفرقه الثانيه مدربينهم يعني انه بيفوت ماتش او كده علي ماهر استحاله نتوقع هم برضه نفسهم يكسبوا علي ماهر كسب النادي الاهلي مختار كسب النادي الاهلي كابتن مختار كسب النادي الاهلي كتير عماد النحاس حسام حسن كسب النادي الاهلي حسام حسن كسب النادي الاهلي مظبوط مفيش واحد طلع من النادي الاهلي لا من جمهور ولا من اعلام ولا حتى لعيب كوره قديم اتكلم قال يا جماعه انتوا بتعملوا كده ليه صح تمام انما الناحيه الثانيه في اتهامات بقول لك بالشرف ان انت ازاي تبقى راجل شريف كده وتكسبني أيوه. وتضيع الدوري مني ده دي مش دي حاجه صعبه جدا صحيح. رقم اثنين زمالك كابتن عادل انت النهارده بتدور على الفرق الصغيره عشان تطلع انا اسف الفرق الصغيره لكن بتدور على الفرق الاقل من النادي الاهلي عشان تطلع عنده الحماس والغيره وتخليه ان هو يبقى عنده تحدي كبير للاعب الاهلي تحدي تخليه يبقى عنده تحدي كبير طب انا انت بتتحدى يعني انت عايز الفرقه الصغيره تكسب من باب اولى لما لعبك في افريقيا تكسبني من باب اولى لما لعبك في الدوري العام تكسبني بقالي 10 سنين بكسبك رايح جاي تمام بقالي 10 سنين باخد بطوله دوري عام دي البطوله العاشرة اللي بيلعبها النادي الاهلي ان شاء الله يكسبها وتقريبا النهائي رقم 14 بالنسبه لي احنا واخدين خمس بطولات ورا بعض في اخر خمس سنين انت بتتكلم في انت بتقوم الناس عشان تكسب طب اكسب انت الاول يعني طبيعه الحال يا كابتن ايمن لما يبقى في صراع ما بيني وما بينك الاولى انك تكسب الصراع اللي ما بينه وما بينك وبعد كده تدور على بقيه الناس صحيح. لكن انا اكسبك السنه دي رايح وتتعادل معايا واكسبك في افريقيا وبعدين كابتن بلال خلينا نبعد عن التفاهات ديت احنا بص نتكلم خد انا مش الفكره مش تفاهات ولا حاجه هي. بس ما ينفعش تصدر للناس فكر مش موجود ما جمهور الاهلي واعي جدا ينفع. على فكره ما ينفعش برضه تصدر الناس احنا عشان احنا ما بنرد احنا محترمين ما بنردش لكن نقدر نرد عندنا الادله نرد بيها بالظبط احنا بنرد ب 42 دوري عام بنرد ب 9 لا لا الارقام بنرد بكاس مصر حدث ولا حرج ارقام تنافسيه ما بينه وما بينك هو ده الرد اللي احنا بنرده في ملعب الزمالك بس يعني كنت عايز اكلمك النهارده على محمد شريف وتحركاته الشوط الثاني بص